وللحديث بشكل أكبر عن فعالية مؤتمر المناخ كوب 27 معنا عبر الهاتف الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، بعد التحية، رئيس الوزراء شارك في جلسة إطلاق أول منصة لتداول شهادات الكربون وأكد أنها أداة مبتكرة لإتاحة التمويل للقطاع الخاص والحكومة لتمويل وتنفيذ المشروعات المتعلقة بالتغيرات المناخية. ماذا يعني تداول شهادات الكربون وما هي مردودها؟ حضراتكم، هو طبعا دولة رئيس الوزراء النهارده الدكتور مصطفى مدبولي بيشارك في يوم ما بيسمى باليوم التمويل لمؤتمرات القمة الخاصة بالمناخ. يوم التمويل طبعا النهارده كان بيعرض دولة رئيس الوزراء كيفية ورؤية الوضع الاقتصادي لازاي يتم تمويل المشروعات للاستحداث في ما بيسمى بالتنمية المستدامة لتحدث البيئة. وطبعا ان احنا بنشوفه النهارده طرح دوله رئيس الوزراء عدد من الاطر في التمويل، ازاي يتم الاستثمار من الدول المتقدمه سواء مجموعه ال20 او مجموعه السبع الصناعيه. من بينها طبعا البدائل دي، واحد اما يكون في تمويل للمشروعات مثل الشهادات او السندات او ما بيسمى بالاستثمارات المباشره، او البديل الثاني مبادله الديون، او الاستثمار مع القطاع الخاص في المشروعات اللي بتسمى بالطاقه البديله والطاقه النظيفه. واللي شفنا النهارده ازاي دوله رئيس الوزراء بيوصف المبادرات دي لدخول وضع من المشروعات الكبرى للتعاون مع الدوله المصريه. وطبعا ده بيسبب زي ما بيسمى مبادره لتمويل المشروعات اللي بتنتهجها الدول المتقدمه في حركة التمويل، يعني هي بتبحث على مشروعات يتم تمويلها لازم تكون قائمة أو واضحة دراسة الجدوى ليها، وده اللي ما شرحه النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي. نعم، يعني دكتور، يعني مثل هذه المنصة اللي تم طرحها اليوم لتناول شهادات الكربون، كيف سيكون تأثيرها لمحاربة تغير المناخ؟ المنصة دي عبارة عن ما يسمى بالعرض لجميع المشروعات القومية اللي بتطرح على المستثمرين، ويمكن شفنا بالأمس توقيع عدد منها ما بين مصر وبعض من الدول الأوروبية أو العربية مثل الإمارات. نعم. وطبعا بيسعوا لمضاعفة التمويل المناخي، وشهادات اللي ما بيسمى بشهادات الكربون هي الشهادات اللي بتوثق لمشروعات بتكون للطاقة النظيفة للبيئة، بتحرص مصر على عرضها على المستثمرين للاستثمار فيها للحد من المخاطر التداعيات الأزمة الكربون او ما بيسمى يعني للاسف احداث المناخ اللي هي بتكون لطاقه بديله او طاقه مستحدثه افضل للمستقبل وبتسمى بالتنميه المستدامه للمشروعات القوميه. دكتور، نعلم جميعا ان من اهم التحديات التي تواجه مؤتمر المناخ لتحقيق الاهداف بشكل عام، اهداف مؤتمر المناخ، هو التمويل. التمويل ثم التمويل. هناك يعني تمويل منذ اتفاقية باريس للحد من المخاطر البيئية والتغيرات المناخية. كيف ترى أن في هذه القمة ستنقلب الموازين أو سوف يتحقق شرط التمويل في هذه المرة؟ خلينا نقول أن القمة دي وضعت هدف استراتيجي لكل القادمين والحاضرين في شرم الشيخ، ألا وهو المبدأ الأساسي التنفيذ على أرض الواقع، وده ما بأهم الخصائص اللي بيكون من المبادرات اللي تم التوافق عليها مع المجتمع الدولي. نعم. يعني إزاي يكون النبادي في آليات التنفيذ من واجبات الحضور في قمة المناخ. علشان كده اجتمعت الدول على ان يكون المبادرات اللي بتطرح على القمه ان هي مبادرات قابله للتنفيذ وليس للحديث. نعم. اذكر حضراتكم ان فعلا كان في مبادرات بطرح 100 مليار دولار على القمم السابقه، ولكن للاسف لم يتم استغلالها الاستغلال الامثل نظرا للعديد من المشاكل الاقتصاديه العالميه، طبعا كان منها جائحه كورونا. ولكن ان احنا شفناه النهارده ان في فعلا اقبال حثيث من بعض من القاده، ولكن للاسف دون الزام، يعني زي ما بيسمى الزام رسمي داخل البروتوكول الخاص بالاتفاقيات. نعم. علشان كده اللي احنا بنشوفه النهارده اللي بيتم توقيعه من عدد من الاتفاقيات دي مشروعات كانت مصر حريصه على عرضها على القمه وعلى القيادات الموجوده، وهم اللاعبين الاساسيين فعلا في التغيرات المناخيه.
نعلم جيدا ان اكبر 20 دوله هم تقريبا من هم اكثر للاسف مضر المناخ بحوالي 70%. صحيح. علشان كده هم بيكونوا مبادرين ان هم يتحملوا جزء من تداعيات هذه الامور بتمويل لبعض المشروعات في البيئه الخضراء، ومصر تستفيد من هذا الامر. نعم، وذلك لأننا نعلم جميعا أن أغلب الدول المتقدمة هي السبب الرئيسي في التغيرات المناخية، وما تطرحه من يعني أموال للمساعدة في الحد من المخاطر، مخاطر التغيرات المناخية بالنسبة للدول النامية، هي يعني من خلال الخبراء والمسؤولين يقولون أن هذه الأموال وهذا التمويل غير كافي. تأكيد. واسمحي لي، آخر تقرير صدر من الأمم المتحدة واللي هو كانوا بيوثقوا فيه أن خلال السنوات القادمة لن يتحدثوا أو لن يكونوا في احتياج ل 100 مليار أو 200، بل بالعكس هيتحدثوا عن حد أدنى لكل سنة بحدود 1000 مليار دولار، يعني 1 تريليون لإعادة الكوكب لما كان عليه، لأن نظرا للارتفاع الكبير في درجة الحرارة اللي بتمثل ما يقرب 2%، ده هيؤدي لتحركات للأسف في أوضاع كثيرة من المناخ، منها القطب الشمالي للأسف. نعم. وإحنا شايفين النهاردة في حراك كبير جدا في بعض من الدول بتحاول تحافظ على هذه الأمور، ولكن دون تمويل أو دون استثمار في المستقبل للتغيرات المناخية للأسف هيعود علينا كحياة المجتمع كله أو المجتمع الدولي أو الشعوب بالضرر الكبير، ولن يحصلوا على فوائد زي ما بيقال، بل بالعكس بنقضي على أنفسنا بأنفسنا، يعني بنقتل أنفسنا. كلما زادت هذا الأمر أعتقد بيكون مردوده سلبي على الدول من جراء أزمة المناخ. الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف جزيل الشكر.